مرحبا، معكم بسان من غزة ومستمر معكم في تغطية التلفزيون العربي ليوميات تحت القصف. اليوم هو اليوم 85 من أيام الحرب والإبادة المستمرة على قطاع غزة. يوم 85 كان في استمرار الاجتياح البري في مناطق زي خزاعة اللي هي أقصى شرق خان يونس، في مناطق زي البريج بالإضافة لإلقاء قنابل الغاز على المغازي تمديدا لاجتياحها، وفي مناطق تانية كتير أو تقدم للآليات في مناطق في شرق رفح وشرق باقي المدن في محافظة شمال قطاع غزة ومحافظة غزة نفسها. كمان اليوم بيستمر مسلسل التجويع السيء، مسلسل التجويع الطويل اللي بيصعب حتى على الناس انه هي تظلها عايشة ولو في بيوتها ومسكرة على حالها بأمان. الناس في شمال قطاع غزة تطلع علشان تدور على الأكل أو الشرب، تتعرض للقنص أو حتى بتموت جوعا في 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 مدارس أو في مستشفيات. وعلى سيرة المدارس، فاليوم مدرسة العيسوية اللي موجودة بحي الصفطاوي قصفت، وهذا أدى لعدد من الشهداء وعدد من الجرحى. وعلى سيرة الجرحى، ما فيش مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة لا تقدم أي خدمة طبية مهما كانت بسيطة لأي من الجرحى. علشان هيك عدد الشهداء وعدد حتى الوفيات نتيجة الأمراض سواء العدوى المتفشية أو حتى الأمراض المزمنة مرتفع جدا في مناطق شمال قطاع غزة أكثر من مناطق جنوب غزة، بالرغم من أنه العجز في النظام الطبي موجود في كل أماكن قطاع غزة. على كل حال، في تقدم محرز في المفاوضات، وهذا اللي بيخلينا ننتظر هاليومين نسمع ولو خبر حلو عن هدنة أو وقف لإطلاق النار في أي مكان في مناطق قطاع غزة، ولكن نتأمل أنه وقت إطلاق النار يكون دائم ويكون بيسمح لنا نرجع على شمال قطاع غزة. الشمال والجنوب اللي حوالي 70,000 منشأة سكنية مدمرة بالكامل فيها، اللي الناس مش قادرة فيها ولا تروح تلاقي بنية تحتية أو تروح تلاقي حتى بيوت، ولكن على الرغم من كل هيك بيضل أحسن من مخيمات النزوح اللي ما فيها أي سبب من أسباب المعيشة. للأسف هاي المخيمات صارت واقعة على حوالي 2 مليون إنسان، بيزدادوا يوميا نتيجة التفريغ المستمر للسكان من مناطق خان يونس ومناطق رفح وحتى مناطق الوسطى بمختلفها. ضلكم متابعين لتعرفوا شو بصير في غزة.